من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا في البوفتيك الكفر بيفك، اللحمه بتشد، حاجات كتيره قوي. واهم حاجه بقى ان اللحمه اصلا غاليه. طب هنعمل بوفتيك ازاي؟ هنعمل البوفتيك الكذاب او البوفتيك الاقتصادي، هيحل لك كل المشاكل. هنشوف بقى الطعم، الحقيقه الشكل اصلا والريحه مغريه جدا. عندي ربع كيلو من اللحمه المفرومه، بطاطسايه صغيره مسلوقه 3 ارباع سلقه مبشوره، وبصلايه صغيره مفرومه. عندي بهار ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر وملح وفلفل. هقلب كل الحاجات دي كده عندي مع بعض، ومهم جدا 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 ان انا مكسها مع بعض كويس قوي علشان تبقى باينه في الاخر انها لحمه بس، ولا باين البصل ولا باين البطاطس ولا باين اي حاجه خالص. ومهم برضو يعني تركه تانية انه اللحمه لازم تكون ساقعه جدا. مش عايزه اقول لكم بقى اصلا ان ريحه البهارات مع البصل مع اللحمه ريحتها بجد حلوه قوي. بعد ما قلبت كده كله مع بعض كويس جدا، هبتدي بعد كده اشكلها. اول حاجه هنعملها هبل ايدي الاول بشويه ميه او زيت، بس انا مش بفضل الزيت قوي لانه مش هيمسك الكفر عليه، فخلينا كده ميه. وهاخد كده كوره من اللحمه اشكلها كده كوره بالشكل ده، وبعدين على الكيس هنا شويه ميه بس ايه كده صغيرين عشان ما تلزقش معايا في الكيس، تمام. وهقفل عليها الكيس. افردوها بقى بشكل عشوائي تام، يعني اي شكل صغير كبير المهم يبقى شكل عشوائي، مش لازم يبقى شكل مهندم قوي. اهي بقت معايا كده بالشكل ده، تمام اهي. بعد كده الخطوات العاديه جدا اللي كل الناس عارفاها، دقيق وبيض وبقسماط. اول حاجه اهو في الدقيق، بعد ما غطيتها بالدقيق هنا كده كويس، وهبتدي انزل منها الدقيق، اي دقيق زياده هنزلها منها. وبعدين هنا عندي في البيض، ونخلي بالنا بقى يعني ايه نعملها برفق جدا، دي لحمه مفرومه يا جماعه في الاخر اهي. بعد ما غطيتها كده بالبيض اشيلها برده كده بالراحه، اصفيها كده من البيض وعلى البقسماط عدل. هنا بقى هحاول اضغط على البقسماط كويس جدا علشان يمسك ويكون الكفر عندي بتاعي متماسك. بعد ما غطيتها عندي بالبقسماط والكفر بتاعه كله، هبتدي احطها على صينيه مفروده، واهم خطوه انها تدخل الفريزر لمده 20 دقيقه 30 دقيقه لحد لما تتماسك كويس جدا قبل التحمير. بعد ما البوفتيك طبعا جمد معايا شويه في الفريزر، هبتدي انزل بيه اهو في زيت سخن. ومهم قوي ان انا ما انزلش بكميه كبيره علشان ما تبردش معايا الزيت، يعني استنى كده اول واحده شويه بعدين انزل بالثانيه وهكذا. اول ما الاقي الحواف بتاعتها كده بقت لونها جولد هبتدي اقلبها بالراحه جدا واخد بالي. اهي بصوا لونها رهيب. خلص البوفتيك الكذاب بتاعنا، والحقيقه الريحه مش عايزه اقول لكم رهيبه. بصوا اكتر حاجه الناس بتشتكي منها انه الكفر بتاعها بيقع، الكفر بتاعها زي ما هو اهو سليم، وفي الاخر هي لحمه مفرومه مش بوفتيك، لا اتفكت ولا اي حاجه. تعالوا مع بعض نشوف احنا بنقطعها شكلها عامل ازاي. هنشوف بقى الطعم، الحقيقه الشكل اصلا والريحه مغريه جدا. الطعم يجنن، هيفوتكم كتير بجد لو مجربتوش الوصفه. اشوفكم في وصفه جديده، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.